السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل بيحول لك البرومت لفيديوهات، فأنا كتبت البرومت اهوت. هو للأسف هو بالصيني، فاحنا بنخمن أماكن الزراير فين. الجميل إن هو مطلبش مني تسجيل ولا حاجة خالص، مجرد أول ما فتحت بدأ يعمل البرومت لفيديو على طول. هو الموقع اسمه ميني ماكس، تمام. بيقول لك اكتب بقى وصف ابداعي ويبدأ يعمل لك الفيديوهات بالشكل دوت. كل ما اديته وصف اكتر، كل ما عمل لك فيديو زي ما انت عايز بشكل، يعني لو انت عايز مثلا الشخصين بيتمشوا على القمر ووراهم الشمس، وكل الوصف اللي انت عايزه يعمل لك بالتفصيل ان شاء الله. يعني خلينا بس كده نشوف كده. تخيل ان انت مثلا مطلوب منك ب3 دي ماكس تعمل حاجة بالجرافيكس العالي دوت، هياخد منك وقت قد ايه. جيوش، لو انت عايز تصور جيوش هتجيب بقى كومبارس وممثلين والحاجات دي كلها. اي تكست او برومت بتكتبه بيبدأ ان هو يعمله لك، ينشئ لك المشهد كاملا. بيقول لك منزل فخم من طراز اوروبي، السجادة الفاخرة والفراش البعيد والاساس بعيد بحيث تبدو الغرفه باكملها قارحه وفارغه. هي طبعا مترجمه من انجليزي، فالترجمه ممكن ما تكونش دقيقه. وحتى لبسها هو التاج ولبسها كل حاجه، فحاجه رائعه. تعال نشوف الشارع المزدحم دوت. هو الراجل خلى في قطه هي تمشي في قلب الشارع. مخلى فيه وحوش هي بتتحارب مع بعض. كل ما كبر بقى يبدأ يجيب لك 2 روبوتات بيحاربوا بعض في كريستيال تاور، في أبراج من كريستيال. وأرسلان موجات صادمة مع كل ضربة. لأ رائع رائع. الجميل إن أنت لو نسخت البرومت ده واديتوله هعمل لك حاجة مختلفة تماما، يعني بالشرط ان هو يعمل لك نفس الحاجة. طبعا حاجة رائعة من جميع الاتجاهات. يعني الشركات بدل ما هتجيب ناس متخصصة وجرافيكس وهو ده بيكتب بس البرومت، يعني ممكن واحد بس كده يتعلم البرومت ويبدأ يعمل حاجات خطيرة بالشكل دوت. ساحر شرير بيرتدي رداء أزرق داكن ووجهه مغطى بالوشم، بيستدعي عنصر النار لخدمته. تقدر تنسخ البرومت وتبدأ إن أنت تجربه. الموقع حتى الآن مجاني ومطلبش حتى مني تسجيل، فمقابل كده إن أي حاجة بتعملها بتبقى موجودة على الموقع، يعني من غير حقوق ملكية. فتخيل بقى دي النسخات اللي هي ببلاش. لو بقت بفلوس مثلا $10 في الشهر ولا حاجة، ايه القدرات الهائلة. ممكن تعمل فيديو مثلا 5 6 ساعات الفيديو اتعمل، ما خدش وقت كتير يعني، تمام، يعني تقريبا 2 دقيقة، لكن عمل حاجة بجودة عالية جدا. ده فيديو معمول لك مخصوص، قدر ان هو يتعرف على الكائنات القطط، وقدر ان هو يحطها، وقدر يعمل لها حركة، وقدر ان هو يحط كورة وتبدأ انها تتحرك وهكذا. فانت متخيل حاجة رهيبة. ده اسم الموقع هو، هسيبه لكم برضو في التعليقات. تقدر تعمل فيديوهات طويلة ان انت كل مشهد تعمل الفيديو بتاعه وبعد كده تركبهم كلهم مع بعض.